ينقل عن معروف الرصافي بيتين من الشعر وايد مهمات. يقول: وما كتب التاريخ في كل ما روت لقرائها إلا حديث ملفق. كل كتب التاريخ بالنسبة إلينا يقول كذا. هسه التفت: نظرنا لأمر الحاضرين فرابنا. يقول: أمور حاضرة في زماننا نجد أنه واحد إذا غربي يقرأها بشكل، وإذا شرقي ماذا؟ ها؟ يقرأها بشكل آخر، وهي أمور ما هي؟ حاضرة. التفت: نظرنا لأمر الحاضرين فرابنا، فكيف بأمر الغابرين نصدق؟ هاي الأمور التي مضت ولا نعرف عنها شيء، كيف نصدقها؟